يا ترى بقى أميرتك موجودة؟ أميرتي موجودة بس ما بدها تشوفك. أنا بقى بدي أشوفها. لو سمحت، الأوامر بتقول إنه إذا حضرتك جيت نطلعك لبرا. بقى إذا بتريد طلع لبرا وبلا شوشرة. والكلام ده بقى بجد ولا أنت بتهزر؟ الكلام جد، وإذا بتريد تطلع لبرا. شربان خليه يفوت. أوكي، بدها تشوفني. أهلاً مسيو جو. أنا صحيح أنت مدية أوامر للبهوات اللي برا إن لما جو روماني يجي هنا يتمنع من الدخول؟ شكلك كده كنت عارفة إني جاي. إحساسي قال لي إنك رح تجي اليوم. بعرف إنه قد ما بعدت مرجوعك لعندي. إحساسك غلط يا روحي، وعايشة في الوهم كمان. لكن ليه جاي اليوم؟ المسرحية السخيفة اللي أنت عاملاها دي اللي ما بتخلص لازم توقفيها فورا. أي مسرحية؟ أنت عارفة كويس أوي أنا بتكلم على إيه. صدقني أنا ما عملت شيء، أو فيك تقول لهلا ما عملت شيء. بقول لك يا أمورة، عايزة تحاربي حاربي، بس في الوش، بلاش تطعني في الظهر. هو أنا بنت هفضل أعلم فيكي لحد إمتى؟ حتى الحرب هعلمك تحاربي إزاي؟ حارب مين يا روحي؟ حارب ياسمين؟ ياسمين بعمرها ما كانت ند لإلي. ياسمين ضحية، ولو بدي حتى بدماغي بفرمها فرم. حرام، هي ضحية الحرب اللي انت شاركت فيه بدون ما يكون عندها حق انها تقبل او ترفض. بقى بدك ياني حارب هالشرشوحة؟ ولو والله عيب هالحكي. وبعدين بقى في الغلط ده اللي هيخليني اجيبها من شعرها. انا عايز افهم، انت ليه بتعملي كده؟ الحرب بلشت من عندك مو من عندي، وانت اللي جريت ياسمين لهي الحرب وحطيتها بمطرح اكبر بكتير من مطرحها وبمكان مو مكان. ماشي، يعني انت عايزه تقلبيها حرب؟ نقلبها حرب، بس للحرب بقى لمؤاخذه قواعد، واهم قاعده محترمه في الحرب لا قواعد في الحرب. واللي عملك في يوم من الايام وطلعك فوق هينزلك وهيمسح بيك الارض. ايه جرب. انت بتتحدينا يا بنت ولا ايه؟ انت قررت تحارب فلتكم. ما بطلي بقى حركاتك السخيفه المكشوفه دي. اطمن. انا ما بطمنش لحد، اطمن لك انت. بقى مرضي يا روح امك. انت جاي تهيني بنص بيتي يعني؟ ايوه، ارجعي لاصلك كده. بيتك ده يا بنت انا اللي عملته. وانت كلك على بعضك كده. ميسيو جو، الزيارة انتهت، للخلف دور. فعلا كبرتي بس عرفتي.